السلام عليكم ورحمة الله. الشباب كي جايين بخير؟ لاباس عليكم؟ كل شيء مزيان، نتمنى ان شاء الله تكونوا في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله غادي ندوي على فقرة جديدة اللي هي الفروع اللانهائية، لي برونش انفيني. هاد لي برونش انفيني صراحة كل استاذ كيفاش كيشرحهم، يعني هما مجموعين في واحد الخطط اللي عيطوه معايا، اللي هي هادي الناس اللي كيقراو خيار فرنسي، وهادي بالنسبة للناس اللي كيقراو خيار عربي. مزيان، بالنسبة لهاد الخطط هادي غادي نعطيك جوج ديال الاختيارات، اما غادي نقول لك هز هاد الورقه هادي سير تكا عليها احفظها، ولا فهمها باش في الامتحان تقدر تصوفي راسك. مزيان، حيت كاين بعض القواعد اللي كيتحفظ مباشره، وكاين بعض القواعد اللي كيتفهموا عاد كيتحفظوا. يعني انت عندك الاختيار، اما تفهم هاد القاعده منين جات ويقدر تصوفي راسك في الامتحان، ولا تحفظها واحد النهار يتنسى عليك. الا حفظتيها غادي نقول لك كثر من الثمانية باش تلصق لك هذيك القاعده، ولكن الا فهمتيها المره الاولى وعاودتي يعني فهمتيها المره الثانيه صافي كتلصق. يعني كنفضل انايا القاعده تفهمها وتحفظ عن طريق التمارين، ولا تحفظها واحد النهار يتنسى عليك صافي. دونك اول حاجه هنا بالنسبه للفروع اللانهائيه غادي نشرحهم لك ايطاب باغ ايطاب، يعني غادي نعتبرك انت ما عمرك قريتي الفروع اللانهائيه. مزيان، دونك تبع معايا ايطاب باغ ايطاب وان شاء الله غادي يكون غير الخير. دونك اول حاجه خاصك تعرف بالنسبه لهذا الفروع اللانهائيه، كاينين ثلاثه ديال المقاربات اللي هما اسامبتود، وكاينين ثلاثه ديال الفروع اللي هما لي برونش. مزيان، عقل على مزيان هذه القضيه، قلنا كاينين ثلاثه ديال المقاربات وكاينين ثلاثه ديال الفروع. مزيان، كل مقارب غادي نقول لك امتى كنديروه واش من حاله. مزيان، بالنسبه لواحد النقطه غادي نناقشها معاك دابا، ها الفروع اللانهائيه امتى كنديرهم؟ كنديرهم نتيجه واحد لا ليميت كنحسبها، وكنعطي التاويل الهندسي، يعني كنعطي لانتربريتاسيون جيومتريك انطلاقا من هذيك لا ليميت اللي حسبنا. يعني هذيك لا ليميت يقدر يكون كنت اكس طونفيغ عدد غادي لانفيني، ولا العكس، ولا شي حاجه. دونك اول حاله اللي غادي نخدم معاك دابا هي الى عندنا اكس كيمشي ليا العدد، ودير في بالك يعني هذا الشيء اللي كنشرح لك يقدر تكتبه في واحد الخطاطه. وغادي نكتب معاك دابا ايطاب باغ ايطاب. دونك اول حاجه قلنا كاينين ثلاثه ديال المقاربات اللي هما اسامبتود، وكاينين ثلاثه ديال الفروع لي برونش. مزيان، دونك عقل لي مزيان هاد القضية، ثلاثة ديال المقاربات وثلاثة ديال الفروع، صافي هادشي اللي كاين، صافي يلاه نبداو دابا. دونك هادشي اللي كاين، أول حالة اللي غادي نخدمها معاك شناهي هي؟ هما المقاربات عند ديك الساعة ندوزو للفروع الآخرين. دونك أول حاجة، أول حالة اللي غادي تلقى، يعني مثلا لا ليميت إكس تنفيغ واحد العدد، غادي نسمي أنا هي أ، ديال واحد لا فونكسيون إف. هادشي اللي كنخدم هنا في واحد لا فونكسيون اف راه كينطبق على اي داله جي ولا اش، اي داله يعني مجرد اسم كيعطينا لانفيني. مزيان، يعني هذه هي الحاله الاولى، نهضر معاك الحاله الاولى دكا رقم واحد، هاد دكا رقم واحد. مزيان، غادي نناقش معاك المقاربات هما الاولانيين، عاد ديك الساعه ندوزو لي برونش صافي. يلا دابا اجي معايا، بالنسبه للمقاربات كنا كاينين ثلاثة، أشنا هما؟ كاين العمودي، وكاين الأفقي، وكاين المائل. هاهما غادي نرسمو ليك بثلاثة. دونك عندنا واحد المقارب مائل، هاهما بحال هادوك لي طونجونت، وعندنا واحد المقارب عمودي، هاهو، وعندنا واحد المقارب أفقي، هاهو. مزيان، يا عقلت نعم أسيدي، هاهما رسمتهم ليك أنا. ثلاثة ديال الأسامبتود هما ثلاثة، العمودي والأفقي والمائل، يعني كاين الفيرتيكال وكاين الهوريزونتال وكاين الأوبلي. مزيان، يلاه دابا هادو أش من حالة غادي نخدم هنايا، واش العمودي ولا المائل ولا الأفقي؟ أول حاجة شوف معايا، عندك لا ليميت ديال إكس طونفيغ أ، هي اللي بدينا بها الحالة الأولى، ديال إف دو إكس تتساوي لانفيني. مزيان، هنايا كنهضروا على المقاربات، المقاربات عفوا، واش بتقول مقارب عمودي ولا افقي؟ هنايا هضر معايا هي المقارب العمودي ولا الافقي، باش عيط في الرز بيناتهم. اول حاجه شوف معايا،
هاد اكس تنفيغ ا بحال اللي بتكتب عمودي. شوف عمودي جات مقاده، يعني هاد ا بحال جات مقاده، درس من هي عمودي جات مقاده، تندير ا تندير هنا هي ا عمودي، هنا هادي هي ا. الا كان عمودي كنقول ليه فيرتيكال، فيرتيكال مزيان. يعني هاد الفيرتيكال هذا خاصنا نعرف ليكواسيون ديالو، يعني المعادله ديالو. مزيان، شوف معايا، الا جيت مثلا دابا ورسمت لك المعلم، هذاك المعلم اللي كترسم نتايا يعني في الاخر ديال التمرين، غادي نرسم لك واحد اخر هنايا، يعني واحد المبيان مثلا، واحد المعلم صغير غير باش نفرز لك بين العمودي والافقي. هنايا هذا تيكون ديال لي زيكس، وهذا تيكون ديال لي زيكريك. مزيان، هذا ديال الاراتيب وهذا ديال الافاصيل، هذا ديال لي زاكس، هذا اللاكس ديال لي زابسيس، وهذا ديال لي زوردوني. يعني كنشرح بالعربيه وكنشرح بالفرنسي باش كلشي يتبع معايا. الا قلت لك نعم اسيدي اجي ليا لهذا المعلم ورسم ليا واحد المستقيم عمودي، عمودي يعني اش بغيتي دير؟ بتجي ترسم ليا واحد المستقيم عمودي هكا، اما في هذه النقطه هذه، ولا في هذه النقطه هذه، ولا في هذه النقطه هذه، ولا في هذه النقطه صفر، ولا في هذه النقطه هذه. رد معايا البال، فاش كنقول لك هذا العمودي اش من محور كيقيس ليا؟ واش كيقيس ليا لي زيكس ولا كيقيس ليا لي زيكريك؟ بيان سور كيقيس ليا اش لي زيكس، هانت عمودي على اكس، عمودي على اكس، عمودي على اكس. وانا بيان سور تيكون مثلا هنا صفر، هنايا واحد، هنايا جوج، انا ناقص واحد، انا ناقص جوج، وغادي هكاك. يعني هذا المعلم تيكون ياد اللي يعني مرقم، يعني واحد هنا في ايكغيك وجوج هنايا وثلاثة هنايا وناقص واحد هنايا في ايكغيك وناقص جوج. مزيان، شوف معايا هذا العمودي هذا اللي رسمت لك هنايا اشنو كيقيس؟ كيقيس ليك لي زيكس، يعني ليكواسيون ديالو هو اكس كتساوي ا، اكس كتساوي ا. يعني اش بغينا نديرو هنايا؟ بغينا نحيدو هادي وبغينا نجي نكتبو هنايا اش اكس كتساوي ا، مالو مقارب عمودي. الناس اللي تيقراو خيار فرنسي اكس اتيكال ا اون اسامبتود، كيف داير قلنا عمودي فيرتيكال. مزيان، ما كنقول لا فوازيناج لا حتى شي حاجه، يعني ما كنقول لا بجوار لا والو. علاش؟ اجي معايا، رجع معايا هذه المثال اللي شرحت لك. هنا العمودي تيكون شاد ديريكت، يعني مثلا قلت لك اكس كتساوي واحد، بتجي لي زيكس اللي فيهم واحد، بترسم لي واحد المستقيم هاك. يعني هنايا بتجي هنا بتدير اكس كتساوي واحد، اما تكتبها لفوق ولا تكتبها لتحت بحال بحال. يعني شوف معايا اكس كتساوي واحد كتشد ليا من الفوق حتى لتحت، اكس كتساوي جوج هي، اكس كتساوي صفر هي محور الاراتيب، اكس كتساوي ناقص واحد هي، اكس كتساوي ناقص جوج هي، يعني كيشد ديريكت. مزيان، دونك هنايا اشنو خدمنا؟ خدمنا اش؟ خدمنا هذا هذا العمود ها. كيفاش درنا عليه؟ يعني شرحناه اننا عندنا اكس تونفير ا ديال واحد لا فونكسيون كتساوي لانفيني، كنقول عندنا مقارب عمودي، وفرز لكم انا بالعمودي بالافقي باش كتعرف العمودي. يعني كتب لي انا عمودي باش تجي مقاده، ها هي عمودي جات مقاده ماشي بحال الافقي. يعني اذا كان هذا عمودي بيكون هذا افقي. مزيان، دابا غادي نجيو اش للمرحله الثانيه، الكا رقم جوج. اشنو عندنا في الكا رقم جوج؟ العكس ديال هذه. هنا خدمنا في حاله عطينا فيني، بغيت نقلبهم، بغيت ندير الكا الثاني هو لا ليميت ديال اكس تنفيغ هاد المره لانفيني ديال واحد اف دو اكس بيعطينا بي. مزيان، الا كان هذا عمودي العكس ديالو اشنو هو؟ هو افقي. مزيان، يعني الا كان عندنا اكس كتساوي ا عمودي، بيكون هنايا ايكغيك كتساوي بي. علاش؟ حيتاش العكس ديال اكس هو ايكغيك، والعكس ديال المقارب العمودي هو المقارب الافقي. يعني هنايا بينا نجيو نكتبو التأويل الهندسي ديالنا، ايكغيك كتساوي ا، عفوا كتساوي بي مقارب افقي. إذا هنايا كنقول بجوار لانفيني اللي خدام فيها. غادي نقول لك علاش بجوار، تبع معايا نكمل لك بعدا التأويل الهندسي. دونك إيكغيك إيتيكال بي اللي هي هذا الخارج مقارب أفقي بجوار لانفيني. الناس اللي كيقراو خيار فرنسي إيكغيك إيتيكال بي أون أسامبتود أوريزونتال، أسامبتود أوريزونتال.
horizontal. Voisinage. Voisinage. Diel l'infini. Ima plus, imam. Horizontal. Voisinage. Plus l'infini ou le mot l'infini. اجي معايا كيفاش غادي نرسم لك هذا المقارب الافقي. شوف معايا غادي نجيو نرسمو واحد المعلم هنايا باش نشرح لك كيفاش كيترسم. يعني واحد المعلم غير باش نشرح لك انايا وبياسو كيكون هذا المعلم هذا عنده واحد السلال ومرقم نهاية مسيري. دونك تبع معايا دابا هنايا قلت لك اش عندك المقارب الافقي وعندك ايكغيك ماشي ديال اكس يعني ما عندو حتى شي علاقه باكس. ايكغيك كتساوي بي. فين هو المحور ديال الاراتيب؟ هو هذا هذا محور الاراتيب وهذا محور الافاصيل. مزيان الا قلت لك مثلا ارسم لي ايكغيك كتساوي واحد مقارب افقي بجوار مثلا بلس لانفين بجوار بلس لانفين. اجي معايا قلب على ايكغيك كتساوي واحد. فين هي ايكغيك كتساوي واحد؟ ها هي ايكغيك كتساوي واحد هي هادي. مزيان مقارب افقي اييه يعني بيكون هاكو بترسم واحد المستقيم هاكو مقارب افقي. مزيان بيدوز ليا من واحد اييه ولكن شنو عندك هنا بجوار بلس لانفين يعني بيمشي لك غير بلس لانفين يعني بيمشي من هنايا من هاد البلاصه ديال واحد وبيجي بلس لانفين وبالجينات ديال ايكغيك كتساوي واحد. علاش هنايا كيمشي ليا غير بلاصه؟ داكشي علاش هنا عندنا فوازيناج. في الاول فاش قلنا الفيرتيكال ما فيهش يعني فوازيناج ما فيهش بجوار كيكون هابط ديريكت. انت تبع معايا فاش رسمت لك قبل هذاك المقارب العمودي كيكون هذه النقطه شاد من الفوق وهابط لتحت. العكس ديال هذا المقارب الافقي كيمشي لواحد الجهه باش نعرف انا واش بتمشي لليمين ولا بتمشي لليسار على حساب اش هاد لانفيني خدام فيها انايا. الا كنت خدام في بلوس لانفيني بيان سور راه بتمشي لليمين. كنت خدام في موال لانفيني اه بتنرجع لليسار. ولكن ايمتى كيكون عندنا مقارب افقي يعني غادي لليمين وغادي لليسار؟ في حاله وحده الا مثلا حسبتي لا ليميت هنا هنا اكس تونفير مثلا بلوس لانفيني عطاك واحد و اكس تونفير موال لانفيني تيعطى واحد. يعني في هذه الحاله غادي يكون مستقيم ديز من واحد افقي شد من اليمين حتى اليسار. ولكن فاش كيكون عندك لانفيني يعني بلوس لانفيني ولا موال لانفيني خارجين لك يعني واحد النتيجه مختلفه ديك الساعه كتشوف. يعني هنايا مثلا قلت لك ايكغيك كتساوي واحد مقارب افقي بجوار بلوس لانفيني عندك واحد اسامبتود اوريزونتال فوازيناج بلوس لانفيني ها هي ايكغيك. تبع معايا هذا ديال لي زيكغيك وهذا ديال لي زيكس. راه كاين بعض التلاميذ اللي كيقراو في الثانيه بكالوريا وما تيعرفوش يفرقوا بين ديال لي زيكس بين ديال لي زيكغيك. هذا اللي تيكون افقي هو ديال لي زيكس وهذا اللي تيكون عمودي هو ديال لي زيكغيك. واي نقطه قلت لك مثلا افقي ولا عمودي العمودي تينتمي لك لي زيكس والافقي تينتمي لك لي زيكغيك. مزيان يلا نعاود واحد المثال اخر. مثلا قلت لك ايكغيك كتساوي مثلا ناقص واحد مقارب افقي بجوار فوازيناج مثلا موال لانفين. عندنا واحد ايكغيك ايتيغال موانزا اون اسامبتود اوريزونتال فوازيناج موال لانفين. مزيان اول حاجه شقلب على ايكغيك ايتيغال موانزا هاي ايكغيك ايتيغال موانزا مالها افقي هاي ها هو واش بيمشي لليمين ولا بيمشي لليسار؟ اشنو عندنا هنايا فوازيناج موال لانفيني اللي بيمشي لليسار هاي بيجي لهاد الجي ونجي هنايا وندير ايكغيك ايتيغال موانز. مزيان يعني دابا شرحت لك الفرق بين المقارب العمودي كيفاش كيترسم كيكون شاد ديريكت والافقي كيكون غادي يدير جهه وحده. امتى كيكون غادي مجوج جهات؟ الا حسبتي لانفيني عطاك عدد وفي موال لانفيني عطاك نفس العدد ديك الساعه كتكون هاد مثلا هاد العدد غادي لليمين وغادي لليسار. مزيان دابا علمت كيفاش كنرسموا هاد المقاربات ولكن دابا غادي نعلمك كيفاش كنرسموا الداله معاه. يعني هذيك لا فونكسيون كيفاش التمثيل ديالها هذاك السي اف ولا السي جي بيكون مع هذاك لا سامبتود سواء كان فيرتيكال سواء كان اوريزونتال. اجي معايا عاد نعطيك جوج ديال الاختيارات. يعني هنا غادي نرسم لك واحد المعلم فيه يعني ولا غادي نرسم لك واحد المستقيم
افقي اللي هو اسامبتود اوريزونتال، وفي نفس الوقت غادي نرسم لك واحد اسامبتود فيرتيكال ياك مزيان، وعادي نوريك كيفاش كنرسمو الداله معاه، الداله كيفاش كتكون. اشنو قلت لك؟ هذا دابا حنا خدامين فاش في المقاربه لي اسامبتود مزيان. دونك هذا الا كان مقارب، شوف هي السميه تقول لي مقارب يعني الداله، واش بتقرب لي ولا بتبعد لي. بيان سور هو من السميه كتقول لك اجي قرب عندي، يعني هذيك لا فونكسيون خاصك تقرب عندي. وكيف قلنا ذاك النهار فاش كنا كنشرحوا لي طونجونت، قلنا الداله كتكون تابع السهم ديال هذاك الطونجون، كذلك هنايا الداله كتبع ليا هذاك السهم ديال هذاك المقارب مزيان. يعني الا عندك واحد المقارب هنا افقي، بتكون عندك اربعه ديال ليكا، وحده فيهم بتكون عندك اما غادي يكون هابطه جاي لهاد الشيء تاع السهم، ولا جاي من هاد الجهه تاع هنايا، يعني الداله اما تزايد هنا ولا تناقصيه، ولا العكس، ولا تكون تناقصيه لهاد الجهه، ولا تكون تناقصيه، ولا تكون تزايد لهاد الجهه. رد معايا هنايا، راه ما خاصكش تقيس هاد المقارب، انت ردي تقيسو، الا قستيه مشى لك هذاك يعني النقطه ديال المقارب مزيان. بلا نجيو لهنا، هذا قلنا الافقي، بلا نمشيو للعمودي، شوف معايا الداله كتقرب لهاد السهم، هنايا الداله عاوتاني كتقرب للسهم. يعني الداله كتقرب للسهم اما هنا ولا من هنا، كذلك هنا اما الداله بتكون تزايديه هنايا كتقرب ليه، ولا كتقرب ليه من هذه الجهه، ولا كتقرب ليه من هذه البلاصه تبع السهم، ولا الجهه الاخرى مزيان. يعني كاينين اربعه ديال ليكا، وحده اللي كتكون عندك يعني في الثمانيه ولا جوج على حسب اشنو خدام نتايا. دونك دابا حنايا تعلمنا كيفاش كنرسموا المقارب العمودي للافقي، وفي نفس الوقت كيفاش بتكون الداله مع هذاك لاسامبتود. كنقولوا الاسامبتود هو المقارب، يعني الداله كتقرب ليه وتبع السهم. هذا الشيء غادي نشوفوه في التمارين فاش غادي نجيو نرسموا هذاك التمثيل ديال السي اف مزيان، يعني نحسب ذاك الطابلو فارياسيون اشنو عطينا، واش الداله تزايديه ولا تناقصيه ولا شنو عندنا. دابا غادي نحيدوا هذا الشيء هذا. دونك شرحنا هنايا هاد الجوج، اش بقى ليا؟ بقى ليا واحد الحاله ديال المقارب اللي هي المائل، اللي قلنا في الاول يعني فاش بنا نشرحوا هاد المقاربات، قلنا كاينين ثلاثه ديال ليكا، كاين العمودي وكاين الافقي هما اللي شرحنا دابا، وباقي لنا هاد المائل هاد الاوبليك، هذا غادي نخليوه نرجعوا ليه من بعد. دابا فين غادي نمشي؟ غادي نمشيو للفروع اللانهائيه، وانا نعطيك واحد يعني واحد اللعيبه خفيفه دغيا. اكس تونفير ا لانفيني عمودي، اكس تونفير لانفيني عطاك بي افقي، هنايا فيرتيكال، هنايا اوريزونتال فوازيناج. حاله وحده اللي ما كنقول فيها فوازيناج هي هذا الفيرتيكال فقط، كلشي بيكون فيه فوازيناج ابتداء من هذا الافقي، وكلشي غادي فيه الفوازيناج. حاله وحده ما كنقولش فوازيناج هي هذا العمودي، ما كنقولش بجوار، كنمشي لهذيك العمودي النقطه، كنشد المستقيم كنرسمو ديريكت من الفوق حتى للتحت، عكس هذا الافقي، اما غادي نمشي لليمين ولا غادي نمشي لليسار. دابا غادي نمشيو للفروع، ولكن امتى غادي ندوز للبرونش؟ الا مشيتي حسبتي واحد لا ليميت، اشنا هي؟ شوف معايا هنا عدد عطاك لانفيني، لانفيني لعدد عطاك عدد، هنايا شنو بينا نديرو؟ الا عطاك لانفيني حسبتي في لانفيني عطاك لانفيني، هاهي. الى خدامين اكس لا ليميت ديال اكس طون فيغ لانفيني اي ما بلوس ولا موان ديال هذيك لا فونكسيون اللي كنتي خدام فيها عطاك لانفيني. دابا عاد بينا ندخلو لي برونش. الى عطاك نعم اسيدي هاد الحاله هادي، ما كتستنتج اشنو كدير؟ كتعاود تحسب اوبليجي انك باش تعاود تحسب، هاي كتعاود تحسب، يعني اون فوا تلقى السهم راه زيد عاود تحسب حاجه اخرى. اش بغيت عاود تحسب؟ بغيت تمشي تحسب لنا عاد واحد لا ليميت وحده اخرى، لا ليميت ديال اكس طون فيغ لانفيني اللي كنتي خدام فيه في الاول اما بلوس اما موان ديال هذيك لا فونكسيون اللي كنتي خدام فيها، يعني عندك تبدلها، ولكن هذه المره غيتقسم على اكس مزيان، غيتقسم على اكس مزيان. دابا حنايا عندنا ثلاثه ديال الاجوبه، هنايا ثلاثه ديال النتائج، اما يعطيك لانفيني اما بلوس ولا موان، اما يعطيك زيرو، واما يعطيك عدد، عدد غادي نسميه ا ديفيرون ا زيرو، يعني كيخالف ليا زيرو، الا كان كيساوي صفر غادي نطيح في هاد الحال مزيان. هنايا غادي ندوزو اش الفروع، الفروع لي برونش، كذلك في الاول قلت لك كاينين ثلاثه ديال المقاربات، هنا كاينين ثلاثه ديال الفروع مزيان، ثلاثه ديال لي برونش. هاد الفروع اشنو فيهم؟
فيهم الفرع الشلجامي في اتجاه محور الافاصيل، وفرع الشلجامي في اتجاه محور الاراضي، وفي اتجاه عاوتاني واحد المستقيم. مزيان رديتي معايا الباه هنايا، باقي ليا واحد المقارب عمودي، عفوا واحد المقارب مائل. انا درنا جوج، باقي لنا واحد غادي نشوفو في الاخر. دونك هنايا كي قلت لك عندك ثلاثة ديال الفروع الشلجامية مع محور الافاصيل مع محور الاراتيب مع واحد المستقيم. دونك عندك واحد البرونش بارابوليك مع لاكس دي زاكسيس اللي هو محور الافاصيل، وعندك واحد البرونش بارابوليك مع لي زاكس دي زوردوني اللي هو محور الاراتيب، وعندك واحد اخر مع واحد المستقيم. غادي نشوفوه دابا. دابا حنايا بقى لي فهادوك الجوج، محور الافاصيل ومحور الاراتيب، فينا هو اللي بيكون في هاد الجوج محور الافاصيل، وفينا هو اللي بيكون محور الاراتيب. خاصك تلقى واحد الطريقه نعلمها لك باش تفرق فينا هو اللي بيكون محور الافاصيل فرع الشلجامي، وفينا هو اللي بيكون محور الاراتيب فرع الشلجامي. واحد في هاد الجوج، هادي ما تقربش ليها، هادي راه مازال نعاود نحسبوا شي حاجه اخرى. دونك انا بقى عندك مشكل في هاد الجوج، واش هذا محور الافاصيل فرع الشلجامي ولا محور الاراتيب؟ هنايا الا كان هذا محور الاراتيب فرع الشلجامي راه هذا محور الافاصيل، الا كان هذا محور الافاصيل هذا محور الاراتيب. يا طبع معايا لا ليميت ديال اكس طونفيغ لانفيني ديال اف دو اكس، عطانا لانفيني، كنعاودو نحسبو العام سيدي. لا ليميت ديال اكس طونفيغ لانفيني ديال اف لو اكس، بغيت نورد لك دابا واحد لا ميثود باش تفرق بين هاد لانفيني هذا، عفوا باش تفرق بين الفرع الشلجامي اللي معاه محور الاراتيب ولا محور الافاصيل. اجي معايا لهاد النقطة هادي صفر، شوف بغيت نكتب ليك افاصيل افاصيل، هاد زيرو هو بلاص ديك الصاد، صفر صاد هنا، هذا افاصيل، هذا هو لاكس دي زابسيس. الا كان هذا محور الافاصيل هذا بيكون محور الاراتيب. يعني هنايا بينا نجيو نكتبوا ليه العام سيدي، اش محور الافاصيل فرع الشلجامي بجوار، ما ننساش بيان سور بجوار بلوس ولا موان لانفيني، هذه اللي خدام فيها. مزيان، يعني عندنا هنايا لاكس دي زابسيس مالو برونش بارابوليك فوازيناج بلوس ولا موان لانفيني. الا كان عندك هذا محور الافاصيل اش بيكون عندك هنايا؟ محور الاراتيب. بتقلب محور الاراتيب فرع الشلجامي بجوار بلوس لانفيني، هاد الصيغه اللي كنكتب لك هي الصيغه مختصره. شوف معايا هاد محور الافاصيل فرع الشلجامي بجوار بلوس لانفيني ديال هادي، ياك كتبت لك هاد الصيغه، وعادي نعطيك واحد الصيغه اخرى وعقل عليها حتى هي وشوف انت هي اللي مسلكك. هنايا عوض نقول محور الافاصيل فرع الشلجامي بجوار بلوس لانفيني، غادي نقول سي اف يقبل فرع الشلجامي في اتجاه محور الافاصيل بجوار بلوس لانفيني، وهذه مكتوبه هنايا محور الافاصيل فرع الشلجامي بجوار بلوس لانفيني. لك كامل الاختيار، اما تختار الصيغه الاولى اللي طويله ولا هذه الصيغه اللي قصيره وفهمتيها. حنا الغرض ديالي ماشي تحفظ، تفهم باش في الامتحان تعرف تصوفي راسك، يعني تفرق بين محور الافاصيل ومع محور الاراتيب، يعني تفرق بين لي زاكس لاكس ديال لي زابسيس مع لاكس دي زوردوني. مزيان، يلا اجي معايا دابا طونكو هنايا فرقنا بيناتهم، اجي نكتب لك هنا التاويل الهندسي مقاد. نعم اسيدي، دونك هنايا محور افاصيل فرع الشلجامي بجوار بلس ولا موان لافيني، سطر لي نعم اسيدي على هاد بجوار بلس ولا موان لافيني. هنا هي كناخدو هادي، هادي منين كنجيبها؟ كتجيبها من هادي، يعني هادي عندها علاقة مع هادي، وهادي ها منين؟ يعني هادي ما عندها حتى علاقة بهاد الخارج، يعني عندك تفرق بين انك يعني تخلط بيناتو. هاد لانفيني كنتي خدام فيه من الاول، هو اللي كتقول بيجوار. هنايا غادي نعاودو نكتبو هنايا محور الاراتيب فرع الشلجامي بيجوار بلوس ولا موان لانفيني، يعني هاد لافيني قلنا ماشي هادي، هاد لافيني وهي اللي جبنا من هنايا وهادي جبناها من هنايا. دونك نكتبو التأويل الهندسي
لانتربريتاسيون بالنسبه للناس اللي كيقراو خيا فرنسي. دونك اشنو غادي نقولوا هنايا؟ لاكس ديزوردوني مالو برونش بارابوليك فوازيناج اور بلوس ولا موال لانفيني. قلنا هاد بلوس ولا موال لانفيني منين كتجيبها؟ كتجيبها من هادي اللي خدام فيها. كذلك هنايا غادي نكتبو لاكس des abscisses mélo branche parabolique voisinage plus ou la moins l'infini كذلك هنايا هاد البلوس ولا موال لافيني راه جبناها من هادي صافي. دابا عادي نمشيو لهادي اشنو عادي نقول هنايا؟ هنايا منين حسبنا لا ليميت اكس تونفيغ لانفيني ديال اف لي اكس على اكس عطاني عدد كنعاود نحسبو يعني نزيد نحسب معايا وحدة اخرى اشنا هي؟ دونك هنايا غادي نعاودو نحسبو لا ليميت وحدة اخرى ورد معايا البير لا ليميت اكس طونفيغ لانفيني اللي كنتي خدام فيه من الاول اللي هو هذا هذا وهذا مالو اف لو اكس مزيان ناقص هاد ناقص القاعده اش هاد العدد ا فوا اكس مزيان يعني هاد ناقص القاعده ورد معايا الباء هنا مزيان عندك هاد العدد يخرج لك نيجاتيف وتخليه نيجاتيف هنا لا يعني هنايا دير ناقص حل واحد القوس وهذا العدد اللي عندك هنايا بالاشاره ديالو بالضرب فوا اكس يعني الا عندك هذا العدد نيجاتيف راه بيدخل واحد الموان بيولي بوزيتيف بتولي عندك زائد اذا كان هذا العدد بوزيتيف راه بيدخل لي عدد الموان بيولي نيجاتيف مزيان يعني هنايا شنو بيعطينا في نظرك بيعطينا جوج ديال ليك ها جوج ديال ليك اما يعطيني نافيني إما يعطيني عدد بي هاد بي أبارتيان دو يعني داخل فيه صفر اللي فرقنا قبيلة مزيان واحد التذكير هنايا قلنا كاينين ثلاث ديال المقاربات درنا جوج بقى ليا واحد المائل كذلك هنا بالنسبة لي برونش قلنا كاينين ثلاثة هاهما قلنا ثلاثة شحال شرحنا منهم جوج اللي هما هادو أش بقى ليا واحد مزيان هما هادو اللي بيكونوا عندك هنا شحال من حاله شيطه عندك هنايا شيطه عندك جوج واحد فيهم مقارب مائل والاخر عندك فرع شلجامي مزيان دابا المشكل اللي عندنا هنايا فينا هو اللي عادي نقول فرع شلجامي برونش بارابوليك وفينا هو اللي عادي نقول مقارب سامبتود مزيان هذا اللي فيه عدد هو اللي كنقول فيه مقارب وهذا البرونش مزيان هذا البرونش بارابوليك وهذا المقارب بقى لينا دابا هي ليكواسيون ديالو نعاود نكتب لك هنايا باش يبان لك مزيان اشنو غادي ندير هاد لاكا هادي اللي كتبنا هنايا غادي نعاود نكتبها لك هنايا باش يبان لك الشرح مقاد من امسي دونك حنا حسبنا لا ليميت ديال اكس طونفيغ لانفيني ديال اف دو اكس ناقص ا اكس وقلت لك رد البال معايا مزيان لهاد الموان قلنا هنايا غادي يعطينا لانفيني ولا عطينا عدد بي وهذا بي قلنا ابارتيان دو ار داخل فيه زيرو مزيان دونك هنايا واحد فيهم برونش واحد اخر اسامبتود فينا هو الاسامبتود هو هذا وهذا هو البرونش هذا البرونش الفرع الشلجامي البرونش وهذا الاسامبتود بقات لي دابا اش المعادلة ديالو ليكواسيون ديالو هذا إيكغيك إتيكالا أكس إيكغيك إتيكالا أكس وهذا إيكغيك إتيكالا أكس زائد بي قلنا هذا برونش وهذا أسامبتود هنايا برونش بغيت نكتب إيكغيك إتيكالا أكس برونش
فرع شل جامي بارابوليك فوازيناج بلوس ولا موال لانفيني ورد معايا البلعة التانية صديقي هاد بلوس ولا موال لانفيني ديال هادي ما عندها حتى شي علاقة بهادي يعني هنايا غادي نكتبو إيكغيك تتساوي أ إكس فرع شل جامي بجوار بلوس ولا موال لانفيني كذلك هنا كتبت لك انا الصيغه المختصره يقدر تكتب س اف يقبل فرع شل جامي في اتجاه المستقيم دو المعادله اي تساوي ا اكس بجوار بلس لافين ولا كتب لي اي ايتيغال ا اكس فرع شل جامي بجوار بلس لافين بحال يعني انا غادي نقولوا مثلا س اف ادمي اون برونش بارابوليك ديريجي فيغ لا دروات ديكواسيون اي ايتيغال اي ا اكس فوازيناج بلس لافين هذيك الصيغه الطويله راه بحال نفس المعنى يعني نتايا كتشوف اللي مسلكك واللي قادر انك تفهمه باش تحط البراتيك في الامتحان دونك هنايا قلنا هذا عندنا مقارب يعني اش نقول ايغريك ايتغال اكس بلس بي اسامبتود مائل اوبليك فوازيناج بلس ولا موال لافين وقلنا دائما هذا فاش كنقول بجوار راه هاد لانفيني اللي خدام فيها انا يعني هنايا غادي نقولو إيكغيك كتساوي ا اكس زائد بي مقارب مائل بجوار لانفيني اللي خدامين فيها بيان سور مزيان دونك هنا عطيتك انايا يعني باش تفرق بيناتهم بقى ليا حالة وحدة كيفاش غادي نرسمهم وكيفاش غادي يكون التمثيل معاهم مزيان دونك هنا غادي نجيب واحد الورقه نعم سيدي وغادي نجيو نرسمو فيها واحد المعلم متعامد ومنظم يعني كنوريك انايا غير الطريقه كيفاش كترسم باش في يعني باش في التمثيل المبياني تعرف على الاقل ترسم لي هاد الفروع شل جامية هاد لي برونش بارابوليك ما تضيع فيهم حتى شي حاجه سواء عندك فيرتيكال سواء اوريزونتال اي حاجه حاول تعقل كيفاش كنرسمها باش في هذاك السقف يعني كما كنقولوا حنا تقشر منه شي حاجه ما تخليش هذيك البوان كامله تضيع لك حيت في الامتحان كيكون مثلا هذاك السي اف عليه واحد نقطه ولا واحد نقطه ونص ماشي هي ديال هذاك الشكل لا راه داخل فيها مثلا لي طونجونت داخل فيها هاد لي برونش بارابوليك داخل فيها بزاف د الحوايج يعني انت الى كل حاجه رسمتيها راه بتاخذ النقطه ديالها احسن لك ما تضيع ديك نقطه ونص كامله يعني الى رسمتي لي واحد المقارب عمودي بيجي تربح واحد 0.25 رسمتي واحد طونجونت عاوتاني بيتربح واحد 0.25 حتى الاخر بيتلقى هذيك لي بوين ولا هذيك النقطه ونص حيدتي واحد 75 بالضحك صافي يعني في الوطني وفي الامتحان ما تخليش هذاك السي اف هكاك ما تقربليش لا على الاقل رسم لي هادو اللي كيكونوا ساهلين اللي علمت كيفاش دونك دابا غادي نوريك كيفاش غادي نرسمو هاد البرونش بارابوليك ديال هاد المستقيم هذا وديال هذا وفي نفس الوقت ديال هاد الجوج هادو يعني غادي نبداو بالاولين هادو عندك ساعه ندوزو لهادو دونك غادي نرسم واحد المعلم هنايا واحد اخر علاش حتى عندنا جوج ديال ليك عندنا لاكس دي زابسيس وعندنا لاكس دي زوردوني كلهم برونش بارابوليك مزيان دونك هنايا غادي نديرو يعني نمثلو هذا المعلم هذا نعطيه واحد الوحده ولا شي حاجه راه بيان سور تكون عندك انت عطيك الوحده باش تمشي واش 1 سنتيمتر ولا 2 ولا الحساب يعني هذيك الوحده راه ضروري انك يعني تحترمها مزيان دابا اجي معايا بغيت نوريك هذا المحور الاتي اللي قلنا هنايا لاكس دي زوردوني برونش بارابول فين هو محور الاتي هذا هو محور الاتي مزيان كنا مسيدي هاد محور الاتيب فرع شل جامي فيه اربعه ديال لي كاطا هو بحالاش بحال هذا اللي رسمنا قبيله هذا اللي قلنا افقي وهذا العمودي فيه اربعه ديال لي كا بيان سور تكون عندك جوج ولا وحده على حسب هذاك طابلو دو فارياسيون كذلك هنايا دونك هنايا لا فونكسيون عوض تقرب منه لا خاصها تبعد منه علاش حيت سمينا هنايا برونش بارابولي هاي
برونش بارابوليك هاي محور الآلي بهاو، يعني هذا المحور الآلي برونش بارابوليك يعني فرع شجمي الدالة كتبعد منه العكس إذا كان عندك أسامبتود، إذا عندك مقارب الدالة كتقرب لي. دونك هذا عندك فرع شجمي يعني الدالة بتبعد منه، يعني إما بتكون لهجي غادي هكا، ولا بتكون غادي هكا، ولا بتكون غادي لتحت، ولا بتكون غادي هنايا. دونك هنايا ماشي كنبعدو على هذا بزاف، لا بحال اللي كنتي بتهرب وبتجيب عليه الدورة من هنايا، يعني هو طلع لفوق انت غادي كتبعد عليه وكتجيب عليه الدورة، كذلك هذا يعني بتبعد عليه وبتجيب عليه الدورة اما هنايا ولا لتحت ولا لفوق، يعني عندك تصميم مثلا شي واحد غادي لهذا الجي لا، يعني انت كتبعد عليه هذا ولكن بحال قلت تمشي معاه بالتوازي وتمشي تجيب عليه الدوره. الا قلت لك مثلا واحد الحاجه عندك هنايا تجيب عليها الدوره وتمشي حتى لهاد الجهه وتمشي عليها لا، تمشي تبعد عليها واحد شويه وتجي لهاد الجهه، يعني هذا هو اللي تكون عندنا اش لاكس ديزوردوني برونش بارابوليك. بينا نمشيو لاش الكات الثاني اللي عندنا لاكس ديزابسيس برونش بارابوليك، حتى هنايا بغيت دير نفس القضيه، عوض هذه المره تهرب لهذا الجي ديال هذا البرونش اللي هو ديال الايكغيك، هذه المره بتهرب للجهه الاخرى، علاش بتهرب عليه هذا؟ يعني هنايا بيكون عندك واحد يعني واحد تمثل اما هكا اما لهذا الجي، حتى كذلك بتهرب عليه من هنايا ولا بتهرب عليه من هنا، ولا بتمشي عليه من هذا الجي ولا بتمشي من هذا الجي، صافي. يعني هاد ربعات ديال ليكا راه جوج ولا وحده اللي كتكون عندك يعني في التمثيل المبياني على حساب الطابلو دو فارياسيون وعلى حساب هذيك لا مونطون ديال هذيك لا فونكسيون كيفاش داير مزيان. دونك هاد جوج جاو لاش جاو لهاد، يعني هذه اللي رسمنا هنايا ديال هاد المحور الاتي اللي هو لاكس ديزوردوني برونش بارابوليك حنا كنبعدو عليه، وهذه اللي رسمنا هنايا ديال اش ديال البرونش بارابوليك ديال لي زاكس ديال لاكس عفوا ديزابسيس. مزيان بينا نمشيو لهاد الجوج اللي كتبناهم دابا اللي هما عباره عن مستقيم ايغريك انتغرا اكس وايغريك انتغرا اكس بلس بي. مزيان هذا وهذا مستقيم، الا بغينا نرسموهم خاصنا جوج ديال لي بوين، على الاقل جوج ديال لي بوين باش نرسموهم. دونك هنايا غادي نرسم واحد المعلم غادي نرسم فيه هذا وهذا، كيفاش غادي يترسموا بالنسبه للتمثيل المبياني، يعني كيفاش غادي يكونوا بالنسبه للتمثيل المبياني كيفاش غادي يكون هذا الشيء كامل اللي كندير معاك دابا، راه غادي نحط لك يعني هذيك الشيما ديالو في الاخر ديال الفيديو في الاول باش تعرف فين خدام انايا، يعني اشنو فقره في الدرس ديال لي تو دي فونكسيون اشنو فقره خدامين حنايا، يعني هاد الخطة انايا يعني نحطها لك ملخص، ولكن انايا في هذا الفيديو شرحتها لك ايطاب باغيطاب وخليت لك الاختيار، اما تهزها تحفظها بحال كتحفظ شي حاجه ديال الاسلاميات ولا الاجتماعيات، ولا تفهمها وتلخصها عن طريق ديالك نتايا، يعني بحال شي واحد كيشرح لك شي موضوع وكيقول لك ها انت راه الموضوع علاش كيدوي اش كيدوي، انت كدير واحد الخلاصه ديال انطلاقا داكشي اللي كيشرح لك، ولا كتكتب هذاك الملخص اللي عطاك هو، انت عندك الاختيار. دابا حنايا اش بينا نرسمو هذا ايغريك انتغرا اكس، قلنا ايغريك انتغرا اكس مستقيم على الاقل بملي نختارو جوج ديال لي بوين، شوف معايا ايغريك انتغرا اكس اش داله خطيه. مزيان اجي معايا هذا المستقيم ديال انت كاع ما شفتي انت واش داله خطيه ولا داله تالفيه، كاع ما عندك ما دير بهذا الشيء، هذا ايغريك انتغرا اكس ارسمو لي هنا على الاقل بتاخذ جوج ديال لي بوين. نعطيك انا واحد ليكزومبل مثلا ايغريك انتغرا 2 فوا اكس ولا ايغريك انتغرا 1 في اكس اللي هي ايغريك انتغرا اكس، جوج نعطيك واحد فيهم ونعلمك كيفاش كترسمو ايغريك. لا صراحه غادي نعطيك جوج وغادي نقول لك الفرق بيناتهم، ايغريك انتغرا 2 اكس وايغريك انتغرا موا اكس، هنايا خدينا هاد المعامل ديال اكس بوزيتيف، هنا ايغريك المعامل ديال اكس هنا نيجاتيف. مزيان بالنسبه لهذا المستقيم بترسمو خاصك جوج ديال لي بوين، يعني ا و بي، ا و بي، ا و بي، هاد ا و بي بيان سور ا عندها اوفسول وعندها اورتوب وبي عندها اوفسول عندها اورتوب. عندنا اكس عطى الاكس قيمه مثلا عطى الاكس واحد هاي شحال بيتلقى في ايكغيك جوج. مزيان هاد اكس كتاخذها من عندك ما كاينش ليك فرض عليك، خذ اكس اي نقطه بغيتي سيميو تاخذ نقط صغار باش يجوا ساهلين في التمرين، وهذوك الاخرين
خرجهم. يعني الا عطيتي الاكس واحد اكس عوضه بواحد جوج في واحد هي جوج، يعني هي قريبه تلقى جوج. الا عطيتي مثلا اكس زيرو شحال بغيتي تلقى في اكس زيرو، حتى الزيرو في جوج هي زيرو. اجي معايا مثل معايا هذه النقطه او زيرو زيرو ها هو، و اكس فيها واحد و اكس فيها جوج، ها هي واحد ها جوج، يعني هاي النقطة بي النقطة أ. اش بغيتي دير نعم سيدي؟ بغيتي تشد هذا و بغيتي دوزه من هنا مزيان، بغيتي طول هنايا نعم سيدي، و هنا طول باقي عندك لي سباس، هنا مبقاش عندنا سباس فين نطلعو الفوق. هنايا غادي نجيو نكتبو إيكغيك كتساوي أ إكس، اللي هي في هاد الحالة إيكغيك كتساوي جوج إكس مزيان. إلا قلتلك ارسم معايا هذا إيكغيك إيطاكالا موا إكس، فين بيكون؟ بيكون العكس ديالو. علاش؟ حيتاش هاد المقارب عفوا هذا إيكغيك إيطاكالا إكس، إما يكون عندك هاكا ولا يكون عندك لهاد الجهة باش تفرق بيناتهم. تا المعامل ديال إكس كان المعامل ديال إكس بوزيتيف بيكون بحال هذا، كان المعامل ديال إكس نيجاتيف بيكون لهاد الجهة. مزيان، يعني أنت عندك الإختيار. دابا كيفاش غادي تكون يعني هاديك لا فونكسيون غادي تكون معاه؟ هذا اش يكون عندك هذا؟ واش برونش ولا اسامبتود؟ برونش بارابوليك، هاي يعني الداله بتبعد منه كتقرب لاش، كتقرب لاسامبتود. الا كان اسامبتود، الا كان عندك برونش بتبعد منه. يعني شوف معايا، ها هو عندنا السهم هنايا وعندنا السهم هنايا، عندنا اربعه ديال ليك، اما الداله بتمشي لهاد الجهه ولا بتهرب من هاد الجهه ولا بتجي من هاد الجهه ولا بتجي من هاد الجهه. يعني الداله كتبعد عليه من هنايا، يعني من هاد البلاصه هادي ومن هاد البلاصه هادي، وكذلك من هاد لتحت وكذلك من هنا، على حساب لا مونوتون ديال لا فونكسيون. كذلك الى عندك مستقيم من هنايا، هذا بالنسبه للثاني راه بتكون الداله غاديه هكا. نرسمو لك مثلا هنايا، نرسمو لك مثلا الاخر، قلنا هذا تيكون عندنا الى كان عندنا المعامل، وقلنا بالنسبه لهذا الى عندنا المعامل ديال اكس سالب يكون اما لهاد الجهه ولا هنايا ولا هرب من هنايا ولا هرب من هنايا. هذا بالنسبه في جوج ديال ليك. غادي ندوزو لاش الحاله الاخيره اللي بقات عندنا، اللي هو ايغريك ايتغرا اكس بلس بي. عندنا واحد الاسامبتود اوبلي. اول حاجه ايغريك ايتغرا اكس ها هي، خدينا واحد المثال هنايا باش نرسم لك هذا المستقيم هنا باش نوريك كيفاش كيكون التمثيل ديالو. كذلك هنا خدينا واحد المثال ايغريك ايتغرا دو اكس وايغريك ايتغرا مو اكس. هنا غادي ناخذ غير مثال واحد وغادي نشرح لك كيفاش كنرسموه في التمثيل ديالنا. y كتساوي x بلس a. كذلك بغيت ناخذ جوج ديال لي بوين a و b، غادي ناخذ جوج ديال لي بوين a و b. هنايا بالنسبه لهذا المستقيم عطي x من عندك، مثلا عطي x واحد، ها هي x واحد شحال بتلقى في y؟ بتلقى جوج، يعني x عوضها بواحد، واحد زائد واحد هي جوج، يعني y ها هي جوج. الا عطيتي مثلا x صفر، صفر إيكغيك شحال بتلقى فيها؟ واحد. مزيان، يلا هاد النقط أجي متلهم هنايا، أ واحد جوج، إكس فيها واحد ها هي، و إيكغيك فيها جوج ها هي، يعني بدير بتجر إيكغيك باش دير لها الإسقاط على إكس، هاي في هاد البلاصة، هادي هي أ، و بي صفر في إكس ها هي، و إيكغيك فيها واحد ها هي، هنايا، يعني هادي هي النقطة بي. أش بغيتي دير هنايا؟ بترسم واحد المستقيم ديز من هنا. مزيان، يعني هنايا بدير إيكغيك كتساوي إكس زائد واحد. مزيان، يعني هاد النقط اللي اختاريت أنايا اختار أنت أي بغيتي، أي حاجة بغيتي، يعني ما كتفرض ما كيفرض عليك شي حاجة. يعني من الأحسن اختار نقاط صغار باش يكونوا ساهلين في التمثيل. كتلعب بين واحد زيرو موان زا إلى كثرتي جوج. مزيان، دونك هاد المستقيم اللي رسمنا حنايا اش كيمثل ليا بالنسبة يعني لا فونكسيون؟ اشنو عندنا؟ اسامبتود اوبليك، يعني مقارب مائل. هاو مزيان، دابا حنا المقارب المائل اشنو عندنا؟ عندنا اش؟ مقارب، يعني الدالة بتقرب ليه، اما بتقرب ليه من هنايا ولا بتقرب ليه من هنايا ولا بتقرب ليه من هاد البلاصة ولا بتقرب ليه من هاد البلاصة. يعني كتقرب لاش للسهم فين كاين هو، اما من هنا ولا من هنا ولا من هنا ولا من هنا، حسب نتايا هذاك السيف اللي عندك واش بجوار بلس لانفيني ولا بجوار موال لانفيني. هنايا غادي نكونوا كملنا هادشي اللي بدينا من الاول، اللي قلنا غادي ندير واحد التذكير دابا خفيف ظريف.
ثلاثة ديال المقاربات، قلنا كاين واحد مقارب اشنا هو؟ من الاول بدينا فيرتيكال عمودي، دزنا الاخر الافقي مزيان، قلنا بقى لنا واحد المائل هو اللي خرج ليا في الاخر هنايا. هاو كذلك نمشي واللي برونش، يعني كاينين ثلاثة الفروع، قلنا كاين لاكس دي زوردوني اللي هو محور الاتي فرش الجميع الحالة الاولى، محور الافاصيل لاكس دي زابسيس المحور الثاني، كذلك بقى لنا واحد هو هذا. دونك هنايا الشباب كملنا هاد لابارتي ديال لي برونش انفيني، الفروع اللانهائية. بالنسبة واحد النقطة قبل ما غادي نكملوا هاد الفقرة هادي، بعد مرات كيعطيك واحد لا كيستيون تيقول لك اشنو مونتري كو y ايتيغال ا اكس بلس بي اسامبتود اوبليك فوازيناج بلس لانفيني ولا موان لانفيني. كيقول لي باين ان هاد y كتساوي ا اكس زائد بي مقارب مائل بجوار بلس لانفيني ولا موان لانفيني. اشنو خاصك تمشي تحسب نتايا ولا تحسب واحد لا ليميت اللي تخليك تقول عندك ان هذا مقارب مائل؟ هاي هنا مقارب مائل، يعني لا ليميت ديال اكس طون فيغ لانفيني، هاديك اللي قال لك هو في جوار بلس ولا موان لانفيني، ديال اف لي اكس ناقص ايكغيك كتلقاها كتساوي زيرو. هذا هو الجواب ديال هادي. الا قال لك مونطري كو، يعني بين ان ايكغيك كتساوي ا اكس زائد بي مقارب مائل، باش توصل لهذا المقارب مائل شوف معايا من الاول كيفاش وصلنا حنا لهذا المقارب مائل. حسبنا اكس طونفيغ لانفيني طاي لانفيني ها الاولى، مشينا حسبنا اف لي اكس ا اكس عطاتنا عدد ها الثانيه، عاودنا مشينا حسبنا اف لي اكس ناقص ا اكس عطاتنا الثالثه. هاي يعني باش تمشي تحسب انت ثلاثه ديال النهايات حسبي وحده المعلم، هي هذه لا ليميت اكس طونفيغ لانفيني اللي قال لك هو بيك جوار ولا فوازيناج بلس ولا موان ديال اف لي اكس، هذيك لا فونكسيون اللي خدام فيها انت، نقص منها هاد ايكغيك هذا اللي عندك هنايا كتساوي صفر، اوتوماتيكمون انك بتستنتج ان هذا اسامبتود اوبليك. يرد معايا البال هاد ايكغيك راه مسبوقه بواحد الموان، يعني فاش باغي تعوض دير لا ليميت ديال اكس طون فيغ لانفيني ديال اف لي اكس ناقص وحل واحد القوس وكتب ا اكس زائد بي. علاش؟ بعض مرات الانسان كيسها ولا كيسحب لي هاد ايكغيك فيها ا اكس زائد بي مسبوقه بالموان، بعد الموان بتمشي عند هذا، لا هاد الموان بتدخل على ايكغيك كامله، طونكو ايكغيك فيها ا اكس زائد بي. رد معايا البال، اما دير اونتر بارونتيز ستار ستار الاخر وحيدها ودخل الموان، الا بتعوضها من الاول دخل الموان ودخل عليهم كاملين، الا لقيتي كتساوي زيرو يعني مباشره بتستنتج ان هاد ايكغيك اللي كتساوي هذاك الشيء اللي نقصتي ايكغيك كتساوي ا اكس زائد بي مقارب معي. عرضت معي البال لهذه مزيانه كتعطى بزاف في الامتحانات وفي الوطني. من الشرح ديال هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، كان معكم الاستاذ يوسف، ما تنساش دير واحد لايك، اشترك معايا في القناه وبارطاجي مع الماكسيموم ديال صحابك. نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله اللي غادي يكون فيه تمرين تطبيقي ديال هذه الفروع اللانهائيه. تهلا في راسك.